خلاص ما عاد في مجال لكسر ارسال اخر. بدينا المباراه بكسر من عبد العزيز معيوف واحمد ربيع. سماش حلو 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 لا يسد. أحمد ربيع وعبد العزيز معيوف، عبد الرحمن العوضي ومحمد عبدال. مباراة من أحلى وأجمل المباريات. ست وعودة يا عبدال المجموعة الثانية، يا عبدال المجموعة الثانية، يا محمد المجموعة الثانية، يا محمد. محدثكم هيثم الحمادي يسعد بأن يسحبكم في هذه الوجبة الدسمة في أمسية من أماسي الكويت المميزة في البادل. معيوف، عبد الرحمن العوضي ومحمد عبدال. في بطولة بي ان كي بادل اوبن في الارينا في 360 مول، هذه التحفة الرياضية المميزة وهذا الملعب الذي تم بناؤه خصيصا لهذه البطولة في هذه الاجواء الجميلة والرائعة في الكويت. نعم، عبد الرحمن يضرب من بعيد، لا تبدو مركزة من حمل يعود. الساحر معيوف يمارس هوايته معيوف. الله الله الله، على مستوى راقي جدا جدا جدا. ويا عبدال متعني، رجعني للذكريات الجميلة يا محمد بذكريات السنين. يا حمني يا حمني، الله الله على المطرقة التي تطرق باب الذهب، يطرق الآن باب اللقب. هذه على طريقة لاعبي التنس يا معيوف، نسترجع ذكريات نادي اليرموك. الله 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 يا حمني، هذا هذا المطرقة. يضرب أحمد ربيع 4 ميترز على غير العادة، على غير العادة، والعادة يا أحمد أن لا تعتاد عادة. يا سلام سلم، يا سلام سلم عبد الرحمن. هذه المرحلة نبارك للطرف الآخر المتقدم، لكن نصب بي ان كي بادل اوبن. بي ان كي بادل اوبن سواها معيوف، سواها احمد ربيع، خلصوها وسووها وحققوا البطولة. البطولة تذهب لاحمد ربيع ولعبد العزيز معيوف، ساحر ومايسترو انيق في هذه الأمسية من أماسي الكويت الجميلة في لعبة البادل. ألف 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 عبد العزيز معيوف ولأحمد ربيع، شكرا من القلب لعبد الرحمن العوضي ولمحمد عبدال، شكرا شكرا جزيلا. استمتعنا بمتابعة مباراة جميلة جدا جدا في هذا الموسم.